صباح النسيم بعطر الهدى وشوق النعيم وقاطر الندى. سلام عليكم، عليكم سلام، سلام عليكم، عليكم سلام. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صفوة المرسلين وخاتم النبيين، سلام الله عليكم. مشاهدينا، ندعوكم لبرنامج سلام عليكم في هذه الصبيحة الطيبة، ونحن في هذه الأيام المباركات يسعى المؤمن للاستزادة من الحسنات والإخلاص في العبادات بقراءة القرآن وزيادة النوافل، ويحرص المؤمن أن يبتعد عن مفسدات الأعمال الصالحة. ونحن من برنامج قناة القرآن الكريم وبرنامج سلام عليكم نسعى لأن نكون منبرا للموعظة الحسنة من خلال ما نقدمه من برامج ومن خلال شيوخنا الأفاضل حفظهم الله. أهلا بكم مشاهدين، أنتم على المباشر في برنامج سلام عليكم، ابقوا معنا. رحمه الله، إذا انكشف الغطاء يوم القيامة عن ثواب أعمال البشر لم يرد ثوابا أعظم من ذكر الله تعالى، فيتحسر عند ذلك أقوام فيقولون ما كان شيء أيسر علينا من ذكر الله تعالى. اللهم ارزقنا أن نكون من الذاكرات الله كثيرا والذاكرين، وارزقنا ذكرك آناء الليل وأطراف النهار. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أهلا بكم مشاهدينا في هذه الصبيحة الطيبة المباركة، وضمن باقة الأركان والفقرات لهذا اليوم نستضيف الأستاذة أنيسة معلم وركن العيادة النفسية، الحديث اليوم عن عافية العلاقات، وحديث أيضا عن فعالية ومجريات الملتقى الدولي للفقه للمذهب المالكي، والذي سيذكرنا بتفاصيله الزميل مراد بوشحيط المتواجد ولاية عين الدفلة، وحديث أيضا عن فعاليات ملتقى القراء والذي يشجع القراءة، والذي بدأت فعاليته في 17 من هذا الشهر إلى 24 منها، وإضافة إلى أركان وفقرات متنوعة. نلتقي بعد قليل، ابقوا معنا. لا إله إلا هو. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ما في الوجود سواك رب يعبد،
كلا ولا أسمع لن سواك فيقصد. الرؤوف ذو الرأفة، وهي أعلى معاني الرحمة وأشدها، وهي عامة لجميع الخلق في الدنيا، خاصة للمؤمنين في الآخرة. سمى الله سبحانه وتعالى ذاته العلية باسم الرؤوف، فهو الذي يدفع السوء عن عباده ويجلب لهم الخير ويحفظهم في أسماعهم وأبصارهم وجميع جوارحهم، وهو يدل أيضا على تعطف الله على عباده المذنبين فيفتح لهم باب التوبة. ورد اسم الرؤوف في القرآن الكريم 10 مرات في قوله جل وعلا: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وقوله: ربنا إنك رؤوف رحيم، وقوله أيضا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. تباركت معبودا وتساميت مقصودا سبحانك. الحليم صفة الحلم تعني الأنات، فهو سبحانه وتعالى ذو أنات لا يعجل على عباده بعقوبتهم على ذنوبهم، بل يصفح عنهم ويغفر لهم إذا استغفروه. فهو سبحانه يرغب بالعفو ولا يسارع بالعقوبة. ورد اسم الحليم في القرآن الكريم 11 مرة، قال تعالى: لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم، وقوله جل وعلا: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم، وقوله أيضا: والله غني حليم. الواحد الذي لا يموت ولا ينام. التواب أي الذي لم يزل يتوب على التائبين ويغفر ذنوب المذنبين، فكل من تاب إلى الله توبة نصوحة تاب الله عليه، فهو سبحانه يرزق من يشاء الإنابة والتوبة إليه والإقبال عليه بعد المعصية، ويقبل ذلك منهم ويعفو ويصفح. فهو سبحانه يوقع في قلب عبده التوبة إليه فيقوم بها العبد مع شروطها من الإقلاع عن المعاصي والندم على فعلها والعزم على ألا يعود إليها واستبدالها بعمل صالح، عندها يقبلها الله تعالى ويمحو الذنوب بها. ورد اسم التواب في القرآن الكريم 11 مرة، منها قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم.
التواب الرحيم. الرحمن الرحيم ملك القدوس. اهلا بكم مشاهدينا من جديد وضمن باقتي واركان برنامجي سلام عليكم لهذه الصبيحه. تلقون الاستاذه انيسه معلم وركن العياده النفسيه وحديث عن موضوع عافيه العلاقات وحديث ايضا عن مجريات الملتقى الدولي للمذهب المالكي والذي يعقد في ولايه عين دفلة اضافه الى اركان وروبورتاجات متنوعه. ابقوا معنا، انتم على الهواء مباشر في برنامج سلام عليكم. سلام عليكم عليكم سلام. اهلا بكم مشاهدينا من جديد، ونحن في هذه الايام المباركات يسعى المؤمن لان يؤدي عباداته على الوجه الذي يرضي الله تعالى ويبتعد عن المفسدات الاعمال الصالحه. وعن هذه المفسدات نتعرف عليها مع استاذنا الفاضل بعد قليل. نعم الآن، ونرحب بأستاذنا الفاضل أبو جميل عيسى بخدوني. كيف حالك سيدي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. وبركاته. حياك الله أستاذ وكل السادة المشاهدين. نعم. والمشاهدات، وأسعد الله صباحهم بكل خير ويمن وبركة إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. ونحن في هذه الأيام المباركات دائما يسعى الإنسان لأن يجتهد في الطاعات، والكثير ما شاء الله تعالى لديهم تلك الفطرة التي أصبح الناس كلهم يعرفون قيمة العبادات في هذه الأيام، ولكن يوجد ما يفسد هذه العبادات ويجهل الإنسان ربما أن عبادته هي ليست مقبولة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كما أشرت أستاذة، لا شك أن كلنا نرجو رحمة الله تعالى ونرجو رضاه. صح. فالكثير منا يجتهد في الطاعات علها يجدها يوم القيامة في ميزان الحسنات. ولكن الذي ينبغي أن ننبه دائما عنه، ونبه عنه الشرع الحكيم، أن على المسلم أن يحافظ على تلك الحسنات. فإن اللصوص تتربص بهذا الكنز الذي حصله في هذه الدنيا، ومن أعظم الأعداء واللصوص هو الشيطان، فيحاول الشيطان إفساد الأعمال. وكذلك النفس تفسد العمل، ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين هم من ربهم، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك الذين يسارعون في الخيرات هم لها سابقون. أشكل هذه الآية على عائشة رضي الله عنها، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أهم الذين يسرقون أو يظلمون أو يشربون الخمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا يا ابنة الصديق، بل هم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل الله تعالى منهم. فهم قلوبهم وجلة، يخافون ألا تقبل من هذه الأعمال. ولذلك كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: لو قبلت لي صلاة واحدة خير لي من الدنيا وما فيها. فكان السلف يحملون هم القبول ليس هم العبادة. وهكذا كان يقول علي بن أبي طالب: المسلم ينبغي أن يكون همه القبول وليس همه العبادة فقط. فلذلك ينبغي الإنسان أن يحرص على تلك العبادات. كم من عبادات ربما قدمناها أفسدناها نحن بعبادات أو بأعمال أخرى أفسدت تلك الأعمال. ولذلك المفسد أو المبطل للأعمال قسمين: قسم يذهب بالعمل كله، وقسم خاص يذهب بالعمل نفسه. فمن أعظم الأعمال التي تفسد الأعمال نهائيا وتبطلها الشرك بالله. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك محبط للأعمال، والله تعالى يغفر كل شيء إلا الشرك. فكذلك الردة،
قد يرتد الإنسان عن دينه فتذهب كل أعماله سدى، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا القسم والعياذ بالله تعالى الشرك بالله محبط للأعمال ومذهب للأعمال كلها. والقسم الثاني وهو قسمه لكن أخف منه درجة، وهو شرك الرياء، الشرك الخفي أو الشرك الأصغر، وهو على قسمين. إذا كان الإنسان عمله كله رياء فهذا من القسم الأعظم، نسأل الله السلامة والعافية. فهؤلاء يوم القيامة يكيلهم الله تعالى إلى الناس الذين كان يعملون لهم تلك العبادات. فيوم القيامة يقول الله تعالى: أنت عبادتك لم تفعلها لي، فالتمس هذه العبادة لمن فعلتها. وكذلك ينبغي الإنسان أن يتحرز من إظهار أعماله أمام الناس إذا خشي الرياء، لكن لا يجعل الرياء حاجزا من العمل. كثير من الناس يقول لك أنا ما قدش الدين خاف الرياء، هذا أصلا رياء. الأصل إنسان يفعل الأعمال لكن يحاول أن يحافظ على تلك الأعمال. فإذا من الأعمال التي تحبط الدرجات وتذهب الحسنات الشرك بالله والعياذ بالله. من العبادات أو الأعمال عفوا التي تذهب بالحسنات والأعمال الصالحة المن والأذى. قال الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فالمن والأذى، المن هو أن يمن الإنسان على الناس فيقول له: أنا لي شريت لك، أنا لي درت لك، أنا لي لك ماشي، أن أنت ما راكش دوكا هنايا. فهذا المن يذهب الحسنات. ربما الإنسان تصدق على إنسان أو أنفق عليه أو أعانه أو أحسن إليه مدة 20 سنة فيختصم معه، فمجرد الاختصام بينه يقول له: أنا لي درت لك وأنا، فتلك الأعمال التي فعلها ذهبت حبيطت. إنما نطعمكم لوجه الله، لوجه لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فالمن والأذى يذهب الأعمال ويحبطها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقال الله تعالى: يا أيها، وقال الله تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. والأذى كأن يشتم الذي أنفق عليه، فهذا أذى. ولهذا قدم الله تعالى المن لأن الناس تغفل عنه، فعن الأذى، فقال: لا تبطلوا صدقاتكم. فمن الأعمال التي تبطل الأعمال الصالحة المن والأذى. وللأسف يتساهل فيها كثير من الناس، وقد يتقع بين الزوجين كذلك المن، فيمن الرجل على زوجته أو تمن الزوجة على رجل على زوجها، أو يمن الأستاذ على تلميذه أو غيرها من الأمور. فهذه الأعمال تبطل الأعمال الصالحة، المن يبطل العمل الصالح. كذلك من الأعمال التي تحبط العمل وتذهب به التألي. التألي هو أن يحلف الإنسان على الله أن هذا الإنسان لا يغفر الله له، أو هذا الإنسان لا يرحمه الله، أو هذا الإنسان لا يدخله الجنة. وللأسف الكثير من الناس يقولها في حالة الغضب: أنت والله ربي ما يغفر لك. وهذا تألي على الله عز وجل، وهذا ذنب عظيم. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فيجعل الإنسان نفسه إلها، يعني يعذب من يشاء ويغفر من يشاء. فجاء في الحديث أن رجلين من بني إسرائيل كانوا أخوين، أحدهما عابد مجتهد والآخر يعني مقصر ومتهاون، فكان دائما يزجره وينهاه، فيقول هذا المقصر: خليني بيني وربي. فمر أذنب ذنبا عظيما هذا المقصر، فقال هذا الرجل: أنت والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة. فأمر الله تعالى أن يقبض روحهما فأوتي بهما، فقال: أنت أيها المذنب قد غفرت لك برحمتي، ادخل الجنة. قال: أنت هل يمكنك أن تكون في أمري تأمر وتنهى؟ هل يمكنك أن تخرجه من الجنة؟ فأمر الله تعالى به فأخذ بالنار، إلى النار والعياذ بالله. إذن الإنسان لا يتألى على الله عز وجل في الناس، لا يصنف الناس ويدخل الناس إلى الجنة أو إلى النار، بل عليه أن يقدم النصيحة ويسدي النصيحة، لكن لا يجعل نفسه
هو الذي يدخل الجنة ويخرج منها. لذلك العلماء لما يفتون في مسائل الفقه يقولون هذه تجزئ ولا تجزئ، تصح ولا تصح، ولا يقولون هذه مقبولة وهذه لا تقبل، لأن القبول بيد الله عز وجل، لا دخل للإنسان فيها. والحديث المشهور الذي يعرفه كثير من السادة المشاهدين والمشاهدات، ذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا فذهب إلى راهب عابد سأله هل يغفر الله لي وقد قتلت 99؟ فماذا قال له؟ قال أنت لا يغفر الله لك. فهذا الرجل أكمل به 100. هذا من جهله بالدين، وكذلك من التألي على الله تعالى أن الإنسان يمضي عن الله عز وجل في مسائل لا يفقهها لا يفهمها، لأن مسائل الدين ليست للعوام، ليس لكل إنسان من هب ودب يفتي في مسائل الدين. فالتألي على الله أو الحلف على الله عز وجل في مسائل فهذا مما الله تعالى يبغضه. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 لا يكلمهم الله تعالى ولهم عذاب أليم. قال المنان، هو الذي يحلف على سلعته، وهذه نشاهدها ونراها كثيرا خاصة ونحن مقبلين على شهر عظيم، شهر الرحمات وشهر المغفرة، شهر رمضان. فيحلف التاجر على بضاعته أنها من أجود الثمار، ويحلف أنه اشتراها بسعر كذا. فهذه الألفاظ وهذه الأعمال تحبط العمل وتذهب بالحسنات. إذن من الأمور التي نبهنا عنها أن الشرك بالله عز وجل يذهب بالكلية العمل، يذهب كله إذا وقع الإنسان في الشرك. ولهذا الإنسان لا يقول أنا أسلم من الشرك، حتى إبراهيم عليه السلام كان يقول وجنوبني وبني أن أعبد الأصنام. هذا إبراهيم عليه السلام وكان يخشى أن يقع في الشرك. فالواجب على المسلم أن يتنبه، خاصة إذا حلف، أن لا يحلف إلا بالله عز وجل، أن لا يحلف بغير الله، أن لا يقع في الشرك الذي يذهب بعمله. يعني الإنسان يجد ويكد ثم يهدم كل ما فعله في هذه الدنيا بالشرك، أو يصرف عمله لا لله عز وجل بل يصرفه للإنسان، فيدخل في الرياء، فيجعل أعماله كلها يزينها ويحسنها ابتغاء مرضات الناس أو ابتغاء مناصب يريد أن يصل إليها. قد يصل إلى هذه المناصب لكن هذا العمل لم يكن لله عز وجل، فالله تعالى يجازيه على حسب ريائه الذي كان يريده في الدنيا، وصل إلى المنصب الذي كان يريده، لكن يوم القيامة لا يجد شيئا عند الله عز وجل، لأن العمل لم يكن لله عز وجل. ولهذا ينبغي علينا عند كل عبادة سواء صدقة أو صيام يحاول الإنسان أن يحرص أن تكون بينه وبين الله عز وجل. لا يقول أنا راني صايم اليوم فيدخل على نفسه المرض، هذا المرض الغرور ومرض الرياء، فيصيب قلبه فيصبح لا يتشه أو لا يحس بالعبادة إلا إذا تباهى بها. نعم، وكيف يتعارض هذا الرياء مع الأمر بالمعروف لكي يكون مثالا يقتدى به؟ هذا سؤال يطرح كثيرا. ينبغي أن نفهم ما هو الرياء. الرياء هو فعل شيء ابتغاء محمدة الناس. هذا هو الفاصلة بينه وبين العمل. يعني الإنسان إذا كان يعمل العمل يريد محمدة الناس وثناء الناس هذا هو الرياء. أما أن يعمل لله عز وجل ولكن يفعله ليراه الناس ليقتدوا به، هذا لا شك، كما يفعله الجمعيات الخيرية كإعلانات حول وقفة رمضان أو غيرها، هذا ليس رياء، إنما هو فعل خير يجلب الخير للناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على بذل الصدقة فيقول من يفعل كذا وله الجنة، فكان الذين يتصدقون أمام الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحث الصحابة على الإنفاق أمام الجميع حتى ينفقوا جميعا. أما الرياء إذا وجد الإنسان أنه إذا كان أمام مسؤول أو مديره أو إنسان يحترمه فيبدأ يتزين في عبادته ويتنمق في ألفاظه، فعليه أن يتوقف ويراقب الله عز وجل، فإن هذا العمل ينبغي أن يصرفه لله عز وجل. قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فينبغي الإنسان عند صيامه النافلة أو الفريضة، الذكر، التصدق، النفقة، الحج، العمرة، يحاول أن يجعلها بينه وبين الله عز وجل. فالواجب على الإنسان أن يحافظ على الأعمال، لأن للأسف الكثير يجتهد في العبادات ثم يذهب تلك العبادات بالمن، يمن على الله عز وجل أو يمن على المخلوق.
فيتصدق في رمضان جيد ما شاء الله، ويتسارع إلى الصدقة ويسارع إلى الصدقة، ثم يفسد هذا العمل بالمن، فيقول أنا لولا أنا ما كنت أنت، فيذهب تلك الأعمال. وربما هذا العمل ربما عنده 20 سنة في الكونت تاعو الحسنات كاين، فيأتي هذا اليوم الذي يذكر فيه تلك العبادة ويمن فيها على الناس، فتذهب تلك العبادة كلها. فالواجب على المسلم أن يحرص، خاصة ونحن مقبلين على شهر عظيم، فليحرص الإنسان أن يدخر الحسنات قدر ما يستطيع، لأن اليوم القيامة العبرة بالحسنات، العبرة ليست بالمراتب ولا بالمناصب، بل العبرة بالحسنات يوم تشح الحسنات. ولذلك أذكر السادة المشاهدين والمشاهدات أن جبل الأعراف عليه رجال استوت حسناتهم وسيئاتهم، فيحتاجون إلى الحسنة الواحدة فقط، حسنة واحدة لتكف حتى ترجح الكفة، فلا يجدونها إلا برحمة من الله عز وجل وعفو. فالإنسان يبادر، أي شيء يستطيع أن يفعله يفعله، يعني الله تعالى فتح عليه باب الإنفاق، هذا باب عظيم جدا. إذا فتح الله له باب الصلاة فهذا باب عظيم جدا، كذلك إذا فتح الله تعالى باب قراءة القرآن فعليه أن يحافظ. فنحن جعل الله تعالى لنا شهر رمضان محطة، أولا لتصفية القلوب من الضغائن والشحناء والأمراض التي علقت بها طيلة السنة، فالإنسان عليه قبل أن يدخل ويشرع في عبادة أن يراقب نفسه ويراقب علاقته مع الله عز وجل، حتى يدخل في هذه العبادة بجد واجتهاد ويرجو مرضاة الله عز وجل، ويسأل دائما الإنسان حسن الخاتمة، فإن العبرة بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهل تكون هذه الخواتيم ربما محية لكل ما يعني عمله الإنسان؟ نعم، هي مسألة لم نتطرق إليها. الإنسان مثلا يذكرونها الفقهاء، الإنسان إذا وقع في الردة ثم عاد إلى الإسلام هل ذهب كل عباداته؟ العلماء يقولون يعني إذا وقع في الذنب ورجع إليه لم يذهب ذلك الأجر، فإذا رجع وأسلم. أما إذا مات على تلك الكفر وتلك الردة فقد ذهبت كل حسناته وكل أفعاله. والله تعالى الذين كفروا يفعلون الخير، يعني عندهم مستشفيات تطوعية وكذا وخيرية، الله تعالى يجازيهم في الدنيا صحة وعافية ومال وكذا، لكن لا يجدون يوم القيامة شيئا. قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالفرق بيننا وبينهم أن الله تعالى يكتب لنا حسناتنا في الدنيا والآخرة. ولذلك هذا التألي الذي يتألى الإنسان على الله عز وجل، ماذا قال أبو هريرة في هذا الحديث، هذا الذي حلف على أخيه وقال أنت والله لا يغفر الله لك؟ قال أبو هريرة أذهب يعني خير الدنيا والآخرة، يعني خسر الدنيا تاعه وخسر الآخرة تاعه. لماذا؟ تألى على الله فقط معصية واحدة، قال أنت الله ربي ما يغفر لكش. ولهذا يقع كثير من الناس في الجدال، يقول له هذاك الإنسان، هذاك إنسان ما شكيش ربي يغفر له، وهذه كلمة خطيرة جدا، وهذا من كبائر الذنوب، تحبط العمل، ذلك العمل الذي كنت تتألى فيه الله قد يسحبه منك ويعطيه لغيرك. مثلا إنسان يقول هذا ما هوش يصلي كامل، هذا ما شكيتش يدخل الجنة قاعدتك، ما تدري أنت ربما تقول أنت ما تصليش هو اللي يصلي. فلهذا الإنسان لا ينبغي أن يتألى على الله، ينقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. نعم، بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولهذا المنبغي علينا دائما خاصة عند هذه المواسم أن نتفقد القلوب، فإن الله تعالى لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أجسامنا، وإنما ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا. فالقلب محل النظر لله تبارك وتعالى. والله تعالى في رمضان لا ينظر إلى صيامنا وإلى أجسادنا، إنما ينظر إلى قلوبنا وإلى أعمالنا. فينبغي الإنسان أن يتهيأ لهذه المواسم بتصفية القلوب من الضغائن والأحقاد والحسد الذي لحق به، حتى يقبل على الله عز وجل بقلوب صافية، حتى إذا جاءها القرآن وسمع القرآن في صلاة التراويح نفعته تلك الآية. أما الإنسان أن يدخل في جو العبادة وقلبه ما زال مظلما، ما زال يملأه الحقد والران، فهذا لا ينتفع. ولهذا كما شبه الله تعالى كصفوان، هي كالحجرة التي كلما يعني هطل عليها الماء
يعني بريقها زاد لكن لا تخرج شيئا كالحجر. فالمسلم لا ينبغي أن يكون قلبه قاسيا، بل ينبغي أن يلين قلبه بذكر الله عز وجل ويستعد لشهر رمضان إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى ولكل السادة المشاهدين والمشاهدات أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا لقيامه وصيامه ويوفقنا لليلة القدر وأن يعظم لنا فيها المثوبة والأجر إن شاء الله تعالى. فهذا الذي ينبغي علينا أن نستعد إليه. فالله تعالى جعل شعبان محطة، ونحن كذلك أستاذ مقبلون على النصف من شعبان. فالنصف من شعبان هذا اليوم العظيم الذي سبق وتكلمنا من قبل أن فيه ميزتان عظيمتان في هذا الشهر، وهو أن الأعمال ترفع إلى الله عز وجل، والأعمال السنة كلها ستعرض على الله عز وجل في النصف من شعبان. وكذلك يطلع الله تعالى على عباده في النصف من شعبان، فالعفو الشامل لعباده إلا مشرك ومشاحن. هذا الذي ينبغي الإنسان أن ينتبه إليه، ويعني يهيئ كما احنا كنا الحق رمضان نزين الدار وننقوها وكذا، كذلك ينبغي أن نزين هذه القلوب ونهيئها حتى تستقبل هذه الطاعات وهذه العبادات برحب وسعة، حتى يقبل الله تعالى منا جميع العبادات إن شاء الله تعالى. آمين يا رب العالمين. بارك الله فيك أستاذنا الفاضل أبو جميل على كل هذه النصائح، نسأل الله تعالى أن يعيننا على أن نطهر قلوبنا من الضغائن. آمين يا رب العالمين. مشاهدينا، المساجد هي أعظم بيوت الله، وهي مكان للذكر والدعوة إليه سبحانه. تابعوا مساجد مع الزميلة مريم إسماعيلي. عليكم عليكم سلام. أمدكال أو ملتقى الأحباب، تلك المنطقة التي تتربع في أحضان الأوراس، قرية صغيرة من قرى ولاية باتنا، تحمل في كل أزقتها وأروقتها إرثاً تاريخياً وحضارياً عريقاً يسارع الزوال. كانت المدينة ملتقى الفاتحين وسرحاً للإشعاع الديني والفكري. من أبرز المعالم الدينية التي لا تزال شاهدة هي المسجد العتيق وسط المدينة. لا يزال هذا المسجد المتواجد بقصور أمدكال العتيقة التي قاومت بناياتها العوامل الطبيعية لقرون عديدة يؤدي وظيفته الروحية والاجتماعية، بعد أن تم ترميمه لعدة مرات بمبادرات محلية. الفاتحين بعد ما فتحوا طبنا مباشرة جو المدكال. في الحقبة هذيك نتاع كما نقولوا احنا نتاع 154 هجرية. هي المرحلة هذه. في كل مدينة إلا ويكون الشأن الأول هو بناء مسجد، لأن المسجد هو القلب النابض للأمة وباعث الحياة فيها وصانع الأجيال من رجال وحرائر. فبناء المسجد يعود لبناء المدينة التي يقدرها بعض من كتب عن هذه المدينة بأكثر من 10 قرون. مروا عليه حقبات في القرن 19، عاودوا بنوه بالبني التقليدي كما نقولوا احنا بالنخيل والطوب والطين والاخر، وزادوا عاودوا له بنية واحدة أخرى في القرن 20، وأخر مرحلة هي سنة 1964 عاودوا الدكتور أحمد علوة بالبناء العصري كما راكم تشوفوا فيه درك، يعني بالإسمنت وكما نقولوا احنا الحديد وبالأمور هذه. وأنت تتجول في مدينة أمدكال تسمع الحديث عن علماء المنطقة، لهذا يطلق عليها مدينة العلم والعلماء. رجال وأئمة تخرجوا من هذا المسجد وتعلموا فيه ثم علموا فيه. ربما نذكر من بينهم الشيخ أحمد حفيظ، الشيخ علي دلهوم، الشيخ الزاز محمد صغير، ودحماني طالب محمد دحماني. هؤلاء كلهم
قاموا بهذا الدور بتعليم من تعليم الصغار، دور كذلك الإفتاء، دور الخطابة، دور الأئمة في ترشيد الأمة، كذلك لعبوا دور حتى في الثورة التحريرية من خلال تعبئة الشعب الجزائري، تعبئة المجاهدين. البلاد هذه اللي رانا واقفين فيها لهنا راهي لو كان ما ترممش، يعني كي نقول لك تترمم تترمم بالطين والطوب والنخيل والامور رايحه للزوال، راهي كل يوم تنقص بشويه برك. رغم اللي درنا لها الدراسه في 2003 و2004، هي عندها تقريبا حوالي 17 ولا 18 سنه مسجله بها تترمم بالامور التقليديه، وانما للاسف الشديد اليومين هذا راهي ماهيش مصنفه. اليومين هذا وحنا نطلبوا من الدوله ومن وزاره الثقافه ومن المسؤولين يعني يدوروا البلاد هذه برك. لم يبقى في أمدكال الا الجدران تحكي حياه انسان منذ العصور الغابره، ولم يتبقى من المدينه القديمه الا قصورا تروي حكايات الاجداد وصمود الامدكاليين امام مصاعب الحياه وجور الاستعمار. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، أنتم على المباشر وبرنامج سلام عليكم، وتلقاكم الأستاذة أنيسة معلم وركن العيادة النفسية بعد الفاصل. وتحدثنا اليوم الأستاذة أنيسة عن موضوع مهم، أليس كذلك؟ السلام عليكم. شكرا عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، بداية نقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. نعم، موضوعنا مهم، أهمية احتياج الإنسان لعلاقات موجودة في حياته. صح. فموضوعنا عافية العلاقات، كيف تكون العلاقة في عافية بشكل توفر الإنسان هذه الحالة الصحية ليكون فيها في راحة، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، بمعنى أنه يستحيل أن يعيش الإنسان لوحده، لابد من تفاعلات علاقات يجد فيها احتياجاته. أكيد. ويبذل فيها حقوق الغير فيها. نعم. يحتاج هذه العلاقات، ولكن قد تتحول هذه العلاقات إلى علاقات مؤذية. نعم. نوعا ما، في حال ما تحلتش بالشروط الأساسية لها. نعم، ومن هنا يسعى الإنسان لأن تكون علاقاته صحية مع الآخرين، أليس نعم كذلك؟ أكيد. نعم، نحن ما دام أنه احتياج الإنسان للعلاقات أمر ضروري. نعم. خاصة لو نوزنوها بميزان الدين فقط، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. صح. فالصبر على الأذى من الأمور اللي يكون فيها تضمن استمرارية العلاقات. صح. بمعنى أنه الأولى، يعني تحدثنا في موضوع سابق. نعم. عن العلاقات في شق معين، أنه كثيرا ما يقال أنه اعتزل ما يؤذيك، مصداقا لقول المأثور في ديننا. نعم. وهل هذا يعني طريق سوي للاعتزال؟ هل في ديننا يستقيم هذا الأمر؟ صح. كفانا استقاء ولا استرادا للأفكار الغربية. صح. التي ليس لها تأصيل في ديننا أو تتعارض تماما مع ديننا. صح. العلاقات ليست للقطع أبدا، وإنما يعني لو نركز فقط. نعم. اللغة العربية لغة جميلة جدا ولكن لها دلالتها. صح. يجب أن لا نقطع الكلام كويل للمصلين. ففكرة أنه اعتزل ما يؤذيك، ما لغير العاقل، من للعاقل، بمعنى اعتزل السلوك وليس اعتزل صاحب السلوك. صح. فنحاول قدر الإمكان، أكيد أنه لا أتواجد في بيئة تؤذيني. نعم. نحاول قدر الإمكان أنه ما نكونش في مكان قعد فيه نبرر نفسي ودائما دافع على نفسي مع ناس ممكن ما يحبونيش ولا الناس يحوسوا لي على الغلطة مثلا. هذه علاقات سامة، أكيد ليست تلك العلاقات التي نجد يعني فيها أن الإنسان يغير الصحبة غير السوية هكذا. بداية قبل. نعم. أن نغير الصحبة نغير. نعم. أساليبنا. أساليب. لأنه. نعم. الإنسان أبدا لا يتعدى عليك ما لم يعني توفر له أسباب ذلك. صح. وإذا تحدث عنها البشير إبراهيمي أتذكر في نص قرناه في المتوسطة. نعم. عن قابلية الاستبداد. صح. أنه دائما الإنسان هو الذي ينحني للمستبد، لو تكسر شوكته أو تريه من نفسك ما لا يدفعه. نعم. لأن يتمادى في حقك فأكيد لن يتمادى. ما شاء الله. وهذا. نعم. ما نراه في غزة الحبيبة، قد كسرت شوكة المستبد وأضعفت كل أقوالهم حتى صارت. صح. عيوبهم تظهر للعلن بشكل واضح، وتهاوت وتساقطت كل تلك الشعارات عن الدفاع عن الإنسانية. صح. وما إلى ذلك. ففكرة أنه أن ترفض يعني حتى كثير من. نعم. الآن من
يروجون لفكرة أنه يعني بين قوسين مدى فتحنا فك الموضوع أنه يروجون لفكرة أنه المقاومة هي التي ورطت غزة وشعب غزة في هذا. شعب غزة أبي ورافض للذل والهوان. حتى أنه إحدى المحللات قالت مرة يعني كلام صائب جدا، قالت ربما أخطأت المقاومة في أمر واحد، أخطأت في عدم تقديرها لللا إنسانية الموجود في العالم. صح. أن الأمور ممكن أن تصل إلى هذا الحد ولا يقف هي يعني كشفت الغطاء. نعم. صح. وهنا خلينا نزف كلمة شكر وتقدير. نعم. لدولتنا العزيزة اللي دائما ما تشرفنا يعني بمواقفها التي دائما ما ترفع رأسنا. الحمد. صح. لله حفظت ماء وجوهنا ولا زالت تحفظ. كذلك. الحمد لله أنه ننتمي لهذا البلد العزيز اللي أبدا لا يقبل الذل والهوان لا لنفسه ولا للشعوب يعني المجاورة. هي فطرة. نعم الحمد لله، ولكن حافظنا. نعم. عليها تلك الفطرة فطرنا الله عز وجل. صح. ولكن الكثير يعني تخلف. نعم. عنها وأبدى غير ذلك. نعود إلى سياق موضوعنا إلى. نعم. العلاقات الصحية. قلنا أنه المفروض أنه الإنسان يعيش مع العلاقات، يعيش بالعلاقات. نعم. وما يتسارعش أنه يقطعها حتى يغير في نفسه ما يدعو الغير ليتغير معه. صح. الآن وضعت الحدود وحاولت أن أصحح المسار وأزلت ما يمكن أن يجعل الآخر يتمرد علي أو يتعالى علي. نعم. ففي هذه الحالة ممكن أن أقطع، ولكن لا أقطع أي علاقة، ممكن أن أستغني، ولكن ما كاش القطع في ديننا ما كاش أنه. صح. المؤمن الذي لا يعني نشوف على بالنا باللي كيكونوا مسلمين ما يتحدثوش أكثر من 6 أيام أعمالهم لا تصعد يعني. صح. يعني حتى أنه لا يعني حتى الأعمال الخيرة ما حاش تكون في الميزان حتى يتواصل يتصالح. أي فالفكرة أنه ما نشمع القطع، لازم نصحو السلوكات. قلنا. نعم. ما لغير العاقل فأغير السلوك. صح. أعتزل السلوك اللي يخلي طرف ثاني يؤذيني. ولكن قبل ما تكون للعلاقة سامة. نعم. تحسوا على العلاقة كيف يجب أن تكون لتكون صحية. أكيد. نحاول قدر الإمكان أن نوفر شروطها باش نعدل مسار تلك العلاقة. صح. بداية العلاقة تبدأ بالقبول، أنه الطرف يقبل الطرف الثاني. القبول هذا يكون مشروط بأمر، أنه يكون غير مشروط. صح. بمعنى أنه ما نحبش فلان ولا لين أحبه لي يجب أن توفر فيه كذا أو كذا. صح. دايما تقبلوا هامش من العيوب. أكيد. الحب الغير مشروط أو القبول عموما هذا اللي خلينا نوصف العلاقة، لأنه. صح. دائما ما كيجي طرف يتحدث على العلاقة أنه غير صحية أو ما هوش متفاهم مع إنسان يقولك لأنه فيه كذا وكذا. طيب هل أنا مثالي لأحكم على غيري؟ يقال لا، إذا أردت فاطمة فعليك أن تكون عليا. صح. أم لا؟ ففكرة أنه أطلب إنسانا كاملا هذا إذا أردت صديقا من غير. نعم. عيوب فأبدا أن تكون لك عيوب. فنحن ضعفاء يعني بالفطرة، أنه ربي. صح. سبحانه ما جعلش الكمال فينا. أكيد. فأكيد أنه يجب أن أتقبل عيوب الآخرين حتى يتقبلوني كذلك. تحضرني هنا قصة لإحدى الجواري الفطنات. كان قد. نعم. قدمت لملك، فكانت على قدر من الجمال. نعم. ولكن قال لحاجبه أنه هي جيدة لولا خنس في أنفها ولولا كلف في وجهها، ويقصد بالخنس الأنف الصغير. نعم. فجعلت راجعة. نعم. وهي ترشد بيتا شعريا تقول فيه ما يعني ما يعني أنه خليني برك نذكره. ما سلم. نعم. الظبي على حسنه كلا ولا البدر الذي يعرف. ما سلم الظبي على حسنه كلا ولا البدر الذي يعرف. فالظبي فيه خنس بين والبدر فيه كلف يعرف. فالفكرة أنه بجمال هذين الكائنين. صح. البدر والظبي إلا أنه كان فيهم عيب من العيوب وكان واضحا. صح. إلا أنه نحبهما رغم تلك العيوب. أكيد. فالفكرة أنه يجب أن نتقبل دون شروط. أكيد. هنا وش لازم تقبل وش لازم ما تقبلش. أنا كإنسان في أي علاقة. نعم. أي علاقة مهما كانت يجب أن أحدد أولوياتي من جهة، وأحدد الخطوط الحمراء التي يجب أن أصل إليها. صح. بمعنى في علاقة زوجية أو في علاقة ابن مع أبوه أو في علاقة صداقة. نعم. هل العلاقات إذا كانت توفر فيها الأمور اللي نحبها أنا، نحدد أنا نحب الاحترام نحب التقدير. نعم. إلى لقيته فهذه حاجة مليحة. نعم. كان أمور معينة إلى ما لقيتهاش في العلاقة فالأكيد أنه راح تأثر على تواصلي مع هذا الإنسان. صح. بمعنى أنه أنا عندي أمور إيجابية نحبها تكون كانت في هذا الإنسان كانت بها، إلى شفت عنده نقاط سلبية يمكن أن أتجاوزها. صح. نكمل. إلى كانت هذه النقاط السلبية لا يمكن أن تتغير ولا يمكن أنه أنا أتقبلها، ففي هذه الحالة ممكن وحادث طرف ثاني ممكن. نعم. أنه نقش معه. ولكن هنالك نصيحة أصيلة في العلاقات خاصة في العلاقات الزوجية، نحذاري
أن ترتبط بإنسان على أمل أنه يتغير. صح. لأنه إحنا دائما نشوف الأمور الإيجابية ونقول هذيك الأمر السلبي سهل تتبدل. نعم هنالك هامش أنه الطرف الثاني يتغير. هو طبعا خلق هنالك هامش لإمكانية أنه يتغير، ولكن إن كان طبعا فلن يتغير لأنه الطبع غلب التطبع. ففكرة أنه نكون مع إنسان ونحاول أنه نغيره علىه، أنا أعجبتني إيجابياته سلبياته أتقبلها. هذا وش يعني القبول؟ أنه أرضى به مثل ما هو. وممكن هذه السلبية أنا نشوفها سلبية، وممكن هي إيجابية من زاوية أخرى، لأنه يعني زوايا نظرنا مختلفة. صح. والإنسان في تكوينه باش وصل للشخصية اللي راه فيها هنالك عديد من الأمور أثرت فيه، فصعب أنه بسهولة يتغير. فمن حاولش أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نعم بارك الله فيك. ففكرة أنه الإنسان يتقبل ممكن يجد في ذلك قد يكمن الخير في الشر. كذلك قصة أحد الأزواج اللي كانت عنده زوجة جميلة جدا، فقالت له هل أسأت في حياتي لكي يعاقبني الله عز وجل بزوج ذميم الخلقة؟ فماذا قال لها؟ كان ذكيا ولماحا وسريع البديهة. قالها الحمد لله الذي أولاني ما أريد ولم يولكي ما تريدين. ما شاء الله. لأنه هو معتبر أنه ربي أعطاه شوحب وما طلع. وقالها في نفس الوقت قالها لعلها حسنة قمت بها في حياتي وجزاني الله عز وجل بك، وربما قد أسأت في حياتك نعم وعاقبك الله به. ولكن هو كان إيجابيا لم ينظر للموضوع من زاوية نعم تقبل أنه هو لا يعجبها واكتفى بأنه هي رأي عجبته وكفى. نقطة ثانية في العلاقات كنت حتى على الحب دائما ما يعني نصل مباشرة معه الاحترام. وأنا دائما أختلف في ترتيب الفكرتين أنه حب أو احترام من هو الأسبق؟ فالأولى بالنسبة لي أنه الاحترام. صح. لأنه قد يسقط الحب في العلاقة، قد تفتر تلك المحبة أو يكون أسباب ممكن تتداخل تؤثر عليها، ولكن صح. إذا سقط الاحترام تذهب العلاقة ككل. فالاحترام أهم شيء في العلاقة، أنه نحافظ على الحدود الشخصية، نحافظ على الخطوط الحمراء أنه ما نوصلوهاش. صح. نحافظ على علاقة صحية بيكونش فيها تعدي على الطرف الثاني. وديننا الحمد لله زاخر بالمعطيات الأخلاقية لتضبط السلوك الإنساني. صح. بمعنى أنه يعني حتى في ديننا أنه المفروض أنه زوجة كي تحب يعني تختار الفتاة قبل أن تتزوج أنه تختار من يخاف الله عز وجل، فإذا خاف الله عز وجل خاف الله فيها. صح. فالأكيد أنه ما رحش يأذيها، إذا أحبها أكرمها وإذا كرهها لم يظلمها. فهذا هو المقياس، أنه تقعد العلاقة علاقة احترام، مش مشروطة بالحب ولكن مشروطة بالاحترام أولا، وتبقى العلاقة ما بقي الاحترام. يعني وشفنا في كثير من قصص يعني حتى أجدادنا وكذا ما كبروش بهذه الرومانسية اللي الآن يحاولوا أنه يعطوهنا في صفة مسلسلات. صح. تذهب بلب يعني الإنسان وتخليه يفكر في العلاقة بشكل يعني محدد، أنه محددة فقط في الرومانسيات. هذا الأمر غلط، لأنه العلاقة تدخل في حتى العلاقة الزوجية تدخل في العلاقة الزوجية بحد ذاتها. نعم. تدخل في روتين معين وين تفقد الوهج. أكيد. الذي كان في البداية. فيقعد الاحترام ليضبط الحقوق ويضبط التواصل الإيجابي. نعم. هنا نذهب إلى نقطة ثالثة هو التواصل السليم. نعم. التواصل السليم يضمن الحقوق ويضمن الواجبات، أنه أنا أعطيك حقك ما دمت تقوم بواجبك تجاهي. هذا شرط. نعم، لأنه العلاقات تحتاج لأخذ وعطاء. نعم. في العلاقة الزوجية مثلا نشوف أنه أحد الطرفين ممكن يقصر. نعم، لأنه فيه ضابط واضح هنايا. نعم. أنه الرجل بالنسبة للمرأة هو أمان، المرأة بالنسبة للرجل هي أمانة. صح. فإذا ضيع هو الأمانة ضاع الأمان، يعني الأمر واضح. فكل واحد ينظر من زاويته لما قصره. نعم. في الطرف الثاني الرجل يوفر الأمان، المرأة هي أمانة، فلا تضيع الأمانة حتى لا يضيع الأمان. صح. والأكيد أن العلاقة الزوجية مضبوطة في ديننا بالكثير من الضوابط اللي يعني تحدثنا عليها في سلسلة في الصيف هذا، تحدثنا على العلاقة. نعم. الزوجية بداية من الخطبة حتى المشاكل كيف نحلها. نعم. ففكرة العلاقات دائما ما لازم تكون مضبوطة بمجموعة من الأفكار اللي تخليني دائما نعود نراجع نفسي. تحتاج قبول حب غير مشروط، تحتاج احترام والاحترام. صح. أولى، تحتاج تواصل صحي. بمعنى دائما ما يقولوا في العلاقات أنه لا تنجح العلاقات. نعم. ما دام الحوار غير موجود فيها، أو سبب المشاكل الزوجية وعدم الحوار. فأنا نقول أنه
دائما يعني احنا كنقولوا هذه الجمله ناقصه نقطه معينه، لانه اختلط كيكون الحوار، يكون الحوار يتناقشوا هما اصلا كيفاش يكون هذاك الدواس، ما يكونش نفور اولي يبدا الجدال في النقاش السلبي، انه احنا ما نعرفوش كيفاش نحاوروا، ماشي لانه الحوار غايب. صح. لانه ممكن الزوجه تعنت لرايه، ممكن الزوجه كذلك تتعنت، ممكن انه هي تتنازل ليدوم الود وهو صح. يستغل ذلك التنازل فيعتبر انه ذلك التنازل حقوق بالنسبه له. صح. ففكره انه الحوار لازم يكون في العلاقه، لازم نضبط الحوار باساليب صحيحه. صح. انه نعرف كيفاش يكون الحوار صحيح، نعرف حقوقي انا كزوج وواجباتي كذلك وحدودي اين تنتهي، انه لا اظلمها. في العلاقه الزوجيه نشوف انه الله عز وجل قد انصف المراه كثيرا، ولم يصفها لم تنصفها شريعه يعني او دين حسب واش انا نشوفه الان. يعني حتى يعني قد ما يتشدقون بالكلمات الرنانه ودفاعهم عن المراه، حتى هذا الموجه تاع النسويه اللي حاولوا يعطوا المراه كل حقوقها، مع انه مثل ما قالت احدى الفضليات الغربيات اللي دخلت في الاسلام مؤخرا، قالت انه الغرب اعطوا الحريه للمراه ليخرجوها من ذلك المكان الامن ويجعلونها في حضن كل ذلك الفساد الموجود. ففكره انه حرروها ليس لذاتها، ولكن حرروها لتستغل. صح. فلازم ننتبه لهذه النقطه، الدين هو اللي اعطى لها حريتها التامه وحقوقها التامين في اطار الحدود، لانه الانسان كي تنحي له حدوده راح يتصرف بشكل ارعن. فحتى فكره قرن في بيوتكن، هذا يعني التوصيه الربانيه او النبويه اللي تخلي المراه تعامل على اساس ملكه. صح. جعلها الله عز وجل في حضن ابيها ثم اخيها ثم عمها اذا كان ما يتوفرش، يعني في البدايه ما كانش الولي او كانت يتيمه، من بعد تروح لحضن الزوج، بمعنى انه دائما يكون انسان يعولها. صح. يعني حتى في الميراث ما يراد ان يقال عنه انه يعني اجحاف في حق المراه. نعم. كانت الغايه الوحيده او الهدف منه انه الرجل هو الذي يعولها. صح. ليست هي من تعول نفسها، فيجب ان نفهم المرأة لازم تغوص في القيمة اللي أعطاها، يعني اللي أعطاها لها ديننا، من خلالها تتصرف، من خلالها تفهم أن الله عز وجل أعطاني حقوق في العلاقة لازم نأخذها. نعم، ولكن بالمقابل عندي واجبات اللي ما لازمش أنه لا أقصر ولا أفرط. التقصير والتفريط هنا في العلاقة يولد أمور يعني تراكمية تتراكم بالعقل، تأثر على جودة العلاقة، وين تخلينا كثير من النساء يشتكين من علاقات سامة، خاصة الآن ما يعني يروج له في مواقع التواصل الاجتماعي. أنه النساء كلهن تشتكين أو أغلبهن تشتكين من أن زوجهن نرجسيين، وأصبح الجميع يعني يدير تشخيص وحده ويقول لك زوجي نرجسي كيف أتواصل معه. حتى كي تقول لك فاش درتي التشخيص، حنا كي جونا العيادات تقول لك زوجي نرجسي كيفاش نتصرف معه، ولا صح عرفتي بلي نرجسي، إذا العلاج موجود ضمن، لأنه اللي يقول لك اللي يتحدث عن الزوج النرجسي أو يعطي الحلول. أكيد. ولكن تشخيص خطأ، لأنه الفرق بين العادي والمرضي في علم النفس ليس في وجود العرض وإنما في شدته، بمعنى أنه كلنا نقلق، لكن إذا زاد قلقنا على الحد. نعم. الصحيح. نعم. فهنا راح يتحول إلى يعني يولي مؤذي. كذلك إذا نقص القلق، إلى ما عنديش قلق على قرايتي على خدمتي على كذا، فسوف أترك الأمور يعني بدون. صح. اهتمام. ففكرة أنه نحافظ على مستوى معين للسلوكات هو اللي يعطي الفارق في العلاقة، بمعنى زوجها صرخ في وجهها مرة، عنفها مرة، زعف عليها وما هدرش معها، لا يعني أنه نرجسي، ما يعنيش أنه هذه يعني نصيحة عامة. أنه ما تحاولوش ديروا تشخيصات من خلال المواقع، أنه يعددون لكم الأعراض. وهنا الزوجة ولا أي إنسان بمجرد ما يشوف هذه الأعراض متوفرة يقول أنه هذا الإنسان كذا وكذا، فيأثر على نظرته ليه، من بعد يولي يتصرف بناء على تلك الوصفات الجاهزة. صح. تأنه لا تكلميه، تعالي عليه، أهمليه باش يحبط من روحه، لأنه أهم صفات النرجسي أنه يتعالى، أنه يحاول الإيذاء قدر الإمكان، أنه هو إنسان مؤذي ويتلذذ من الإيذاء. العلاقات السامة نعم موجودة، ولكن ما يشبه هذه الشدة، وليس كل الأزواج نرجسيين. حتى موجودة نساء نرجسيات كذلك. صح. الأزواج يشتكون منها. العلاقة متى تصير سامة؟ تصير سامة عندما يصبح الإنسان
لا يمكن أن يكون على طبيعته مع الطرف الثاني. صح. يحتاج دائما أن يتصنع، يحتاج دائما أن يتكلف في سلوكه، يحتاج دائما أنه يكون غير الصورة التي يريدها، لأنه الإنسان بطبيعته يرتاح مع الناس ليلقى معهم راحته. أكيد. مع الناس اللي ما لازمش يغير سلوكه أو يتكلف باش يعني باش يتواصل معه. ففكرة أنه أنا في علاقة سامة، هذه أول نقطة فيها. نقطة ثانية أنه يعني يضطرني طرف ثاني دائما للتبرير. فهنا يمكن نقول واحد كي يقول لك أنه أنا في علاقة سامة كيفاش لازم ندير؟ قلنا أنه في البداية نحاول أن نصحوا المسار، شوف ماذا أخطأت في نفسي أنا، ممكن نحاول إصلاح قد ما يمكن، ولكن أنا في الآخر مع إنسان نعم لا يقدر لا يعترف لا يمكن أن يحب مهما كانت يعني. وأيضا في العلاقات ما يشوبه أيضا هو التعلق الشديد بالطرف الآخر، هل هذا يعني؟ نعم هذا يعني جاي قبل أن نختم. نعم في إطار العلاقة السامة ممكن أنه يكون طرف يستغل طرف ثاني لأنه أحس أنه متعلق به. صح. نعم التعلق هنا في العلاقة نعم أصبح أمر يشتكي منه بالكثير من الناس. نعم. أنه راهم هو يقول لك الإنسان الفلاني ماهوش يهتم بيا ما راهوش كذا، ولكن لو كان نشوفوا الطرف الثاني كيفاش يتواصل معه نلقاو راه يؤدي واجباته وحبة مسك كما يقولوا، ولكن هو لا يرضى لأنه متعلق به يحتاجه بشكل كبير. صح. في الأعداد الماضية كنا تحدثنا على أنه التنشئة الغير سوية للأبناء تأثر على العلاقات المستقبلية بشكل أنه تخليهم يحاول يبحثوا على إشباع كبير من طرف الزوج أو الزوجة. لماذا؟ لأنه هو عنده احتياج كبير يحاول أنه يملأ كل فراغات. فأول سبب في مشكلة التعلق أنه الإنسان يكون تنشئته يعني من البداية تنشئة غلطة تخلي عنده احتياج عاطفي. نعم. فيصب كل ذلك الاحتياج للطرف الثاني. ثاني سبب هو عدم تقدير الذات. أنا كما كنتش مقدر ذاتي بشكل صحيح. صح. فنعتبر أنه طرف ثاني أعلى مني وأرفع مني فأتعلق به. فيقال أنه عندما تضخم من شخص أنت بالمقابل تقزم من نفسك، وهو عندما ينتبه أنه أنت تقزم من نفسك فسوف يعاملك يعني بذلك المستوى اللي تعطيه لروحك. يعني في قاعدة نقوله أنه العالم الخارجي هو إنعكاس لعالمك الداخلي، يعني إذا ما كنتش مقدر أنت ذاتك من الداخل فسوف تجد كل الناس لا يقدرونك. وهذا يعني يوافق مثل شعبي عندنا احنا معروف يقولوا عز روحك يعزك الناس. صح. لن يعزك الناس بدون يعني بدون ان تقدر. نعم. انت نفسك. نقطه ثالثه واخيره هي. نعم. الكبت. ممكن انه انا ما نعرفش نعبر على مشاعري بشكل جيد، ما نعبرش على روحي بشكل جيد، فاعتبر انه اي سلوك يديره الطرف الثاني هو شيء يعني ما نعرفش نتواصل مع الناس تواصل ايجابي. هذا الشيء يخلي تواصلي معهم تواصل سلبي ويخليني اتعلق بهم بناء على انه في بالي بلي هو حاجه كبيره وانا حاجه صغيره ممكن. صح. تكون في نفس الفكره اللي سبقت. شكرا لك الأستاذة. نعم. أنيسة على كل هذه. نعم. الرشفات وهذه النصائح. نعم. النفسية التي تساعد في التعامل مع الآخرين وحسن يعني اختيار الأصدقاء والعلاقات التي. نعم. تفيد. شكرا لك. نلتقي. نعم. الأسبوع. نعم. المقبل. نعم. إن شاء الله. نعم. دائما مشاهدينا مع فقراتي وربورتاجاتي برنامج سلام عليكم نترككم مع بلابل القرآن ثم نعود بعدها. سلام عليكم عليكم سلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. السلام عليكم. أنا عنو أسياء، طالبة في المدرسة القرآنية لمسجد الأنصار بالقبة، طالبة جامعية. كان مساري في القرآن لحفظ القرآن الكريم من أروع التجارب. دخلت وأنا صغيرة، كنت تلميذة في الابتدائي والمتوسط. الوالدين ربي يحفظهم دخلوني، الأم كانت مصرة باش ندخل نحفظ القرآن، وأنا كي دخلت كنت على أساس أنه ربي خلقنا وأنه القرآن هو كلام الله. هذا ما كنتش نعرف، لكن كي دخلت تعلمت بزاف حاجات. الأساتذة، نشكر الأساتذة كانوا معايا، علموني الأحكام،
إتقان الأحكام كان يجوني صعب مخارج الحروف، لكن الحمد لله ربي وفقني وقدرت نحفظ أكثر من ربع القرآن. الحمد لله الأساتذة كانوا منظمين، يعني كنا نقرأ السبت وثلاثاء، السبت كان للتفسير والثلاثاء كان للحفظ، يعني نحفظ الصورة بالثلاثاء وبالسبت كان تفسر لنا الصورة. كيف سرت لنا الصور اللي خلاني نتقرب من ربي سبحانه أكثر، وحسيت أنه القرآن خلاني نحس بتعزيز روحانية والتقرب من الله والاجتهاد في حفظ القرآن. والحمد لله حفظ القرآن حسيت أنه حاجة عظيمة جدا، حفظ القرآن الكريم. وهذه هي رسالتي الأولياء، بس كاين بزاف اللي يقولوا أنه القرآن هو عائق للدراسة. أبدا ما كان عائق، وعن تجربة، أنا كنت طالبة في الابتدائي والمتوسط وما كنت نعرف، لكن كي حفظت القرآن بالعكس يسر لي بزاف طريقي في الحفظ، ويعمل على تعزيز الطاقة الذهنية والطاقة الروحانية، يخليك تحس بالسلام الداخلي. كانت نقدم الشكر للأستاذة رتيبة اللي تقريني في المسجد، كانت معايا طول المسار. كانت حاجة اللي عجبتني فيها أكثر أنه هي عندها مجموعة من البنات كامل مستوى جامعي، وعندنا كان عندنا شوية ضعف في الإيمان، هكا نميلوا شوية ما نحبوش نجوا للمسجد. كانت تجبر علينا، كانت تعيط لنا وتجبرنا باش نجوا للمسجد، وتعلمنا أنه ما كاش ملجأ خير من ربي سبحانه من المسجد. الحمد لله ربي وفقني، ويعني من المشاريع والأحلام القادمة أنه نحفظ ونكمل كتاب الله، نحفظه تدبرا وفهما وتطبيقا إن شاء الله. طالبة أسيا، عنه أسيا ربي يبارك فيها إن شاء الله ونتمنى وتكون من الخاتمات، كانت من بين رائدات أو مرتادات بيت الله منذ الصغر. في الأول راح يكون عبارة عن الأولياء يعني يجبروهم أو بعض الأحيان هكذا، لكن من خلال تعزيز الرابطة بين الأستاذة المرشدة أو المتطوعة راح يكون فيه تأثير، وهذه المتطوعات راهم لله، يعني يعملوا كرسالة، توصيل رسالة، رسالة القرآن الكريم. أهلا بكم مشاهدين أنتم في رحاب برنامج السلام عليكم، وكما تطرقنا إليه من قبل نستضيف ونتلقى اتصال من الزميل مراد بوشحيط، والذي هو متواجد بولاية عين الدفلة لتغطية فعاليات الملتقى الدولي للمذهب المالكي. السلام عليكم مراد، كيف حالك؟ وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم. الأخت دلال. نعم. السلام عليكم مشاهدينا الكرام. بالفعل نحن نتواجد هنا بولاية عين الدفلة. ولاية عين الدفلة هذه المرة ليست إلا عاصمة عالمية لهذا الملتقى الذي جاء في الطبعة 16 تحت عنوان المذهب المالكي، وبالضبط تحت عنوان المنظومة الأوقاف ودورها الحضاري والتنموي. إذن عشنا على مدار 3 أيام كاملة فعاليات هذا الملتقى أو المؤتمر العالمي الذي حظي بمجيء عشرات العلماء من كل أنحاء العالم الإسلامي. نعم. من ماليزيا، من مصر، من الكويت، من السودان، من موريتانيا، من تونس، وطبعا من الجزائر شارك عشرات الباحثين بأوراق علمية متميزة جدا تهدف إلى الحفاظ على هذا الإرث الحضاري للأمة الإسلامية. مجموعة من الشعارات هكذا يمكن قراءتها في دار الثقافة والفنون التي احتضنت فعاليات هذا الملتقى. مثلا شعار نحو الريادة في إدارة الأوقاف وتنميتها، مثلا شعار معا لتمكين الأوقاف من أجل المساهمة في التنمية الوطنية، شعار
أوقاتنا حياتنا نمضي وتبقى ها هنا أوقافنا. إذن تحت هذه الشعارات المتميزة قدم الباحثون والمؤتمرون والعلماء عدد كبير من الأوراق العلمية المتعمقة. أولا تعمقوا في التراث الإسلامي في الحضارة الإسلامية فقدموا صور بهية جدا، صور رائعة لهذا القطاع الذي يسمى الأوقاف، كيف كان المسلمون يوقفون ويحبسون أملاكهم وبيوتهم وقطع أراضيهم وحتى أوقاتهم في سبيل التنمية الإسلامية الشاملة. كذلك قدموا استشرافا للكثير من الصور الجميلة التي يمكن أن تكون في هذا العصر الذي نعيش فيه. وخلص هذا المؤتمر، يعني عشنا الآن لحظات التتويج ولحظات التوصيات الأخيرة، عشنا إذن ترسيم عدد كبير من التوصيات، أهمها أذكر التوصيات التي خلص إليها الملتقى، هو طبعا تتمين إنشاء الديوان الوطني للأوقاف والزكاة وأيضا القانون الأساسي له. تعرفين دلال ويعرف السادة المستمعون والسادة المشاهدون أننا في الجزائر طورنا الأوقاف إلى إنشاء ما يسمى الديوان الوطني للأوقاف والزكاة، وهو ديوان مستقل مؤسساتيا وماليا وله قانون أساسي يهدف إلى الاستثمار الحقيقي لهذا النظام، نظام الأوقاف. كذلك خلص المجتمعون إلى تتمين دور السادة المالكية الفقهاء في تشجيع الفتوى المسجدية على المزيد من العناية بالأوقاف. خلص المجتمعون أيضا إلى الحد أو حتى الجامعات على تعزيز البحث العلمي في مجال الأوقاف. كذلك دعوا المؤسسات الاقتصادية للعمل بالوقف ورعايتها، واعتبروا الوقف قطاعا ثالثا يسهم في خدمة المجتمع سواء من الناحية الاقتصادية أو من الناحية الخدماتية أو من الناحية التنموية. كذلك دعا المشاركون إلى توجيه المجتمع على توسيع دائرة الأوقاف والحث على البحث عن صورها الجميلة الموجودة في كل ربوع الوطن، ودعوا كذلك إلى دعم رقمنة الأوقاف بإنشاء مواقع إلكترونية ومنصات وتطبيقات حديثة تواكب العصر الرقمي الذي نعيش فيه، وحتى تسهل عملية الدخول إلى هذه الأوقاف الموجودة في كل مكان. نعم مراد، هل يمكن وقف الجموع الحاضر في هذا الملتقى وقفة تضامن، وقفة عزة، وقفة إباء، وقفة دعم وصمود مع إخواننا في فلسطين، ودعوا العالم الإسلامي إلى تشجيع الوقف لصالح أبنائنا في فلسطين من خلال مشروع القدس الوقفي، وأيضا تتمين مشروع أوقاف الجزائريين، حيث أكد الحاضرون على وجود عدد كبير من الأوقاف العينية والأوقاف الاقتصادية والأوقاف التاريخية للجزائريين هناك في بيت المقدس، يعني في فلسطين عموما. وكذلك خلص هذا الملتقى بالإعلان عن موضوع الطبعة القادمة، الطبعة التي ستكون العام القادم بإذن الله تعالى تحمل رقم 17، ستكون تحت عنوان الزكاة في المذهب المالكي. إذن هذه هي مجمل ما تم تداوله هنا في الملتقى، والأجواء كانت رائعة، تميزت بلقاء العمالقة، إن صح هذا التعبير، عمالقة الفكر وعمالقة العلم وعمالقة الفقه المالكي، يعني حضر الكثير من العلماء الذين يعتد بهم وبعلمهم في هذا الملتقى الذي كان على درجة عالية جدا من التنظيم وعلى درجة عالية كذلك من المحتويات العلمية ذات الأبعاد الحضارية. يعني كل المحاضرات صبت في اتجاه واحد، وهو ضرورة تتمين الأوقاف بما يعود على الأمة الإسلامية بالفائدة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
نعم، شكرا مراد على كل هذه التفاصيل والذي أبانت عن دور الجزائر في تجربتها في الوقف وتجربتها الرائدة في هذا المجال. شكرا جزيلا لك. شكرا. مراد، بارك الله فيك. نعم، شكرا، بارك الله فيك. نعم، أنتم مشاهدينا وما زلنا نواصل برنامج سلام عليكم، وضمن محطاتنا لهذه الصبيحة ركن ضيف البرنامج نلقاه بعد الفاصل. عليكم عليكم سلام. أهلا بكم مشاهدينا، ويحضر معنا السيد حبيب الله سلمي، وهو مدير مشروع مكين القرائي. السلام عليكم سيدي، كيف حالك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح الخيرات. نعم. عليكم ويومكم مبارك ما شاء الله. نعم، نجد يعني حضوركم هنا اليوم يتزامن مع فعاليات الملتقى الوطني حول المشروع القرائي، والذي بدأ في 17 من هذا الشهر ويستمر إلى 24 من شهر فبراير. نعم، كيف تكون تسير فعاليات هذا الملتقى؟ شكرا. نعم. على السؤال المميز والرائع. نعم. نحن باشرنا في تنظيم. نعم. مبادرة قرائية أسميناها تظاهرة القرائية الوطنية. نعم. وطني بالقراءة يرقى. نعم. والتي تكون تزامن مع اليوم الوطني للشهيد. الشهيد. نعم. تنظم هذه التظاهرة في مجموعة من الأنشطة والفعاليات المختلفة. نعم. الحضورية، وتنظم في 20 ولاية. أغلب الأنشطة تنظم في الولايات بشكل مختلف وحسب ما يميز كل مبادرة قرائية في تلك. صح. الولاية. أثرنا أن نخدم وطننا من خلال كل ما يتعلق بجانب القراءة. صح. فنحن في مشروع مكين، هذا المشروع الذي يهدف إلى نشر ثقافة القراءة وسلوك المطالعة. نعم. في وطننا الحبيب من خلال الفعاليات المختلفة والأنشطة التي تسهم في نشر ثقافة القراءة سواء عند الصغار أو الكبار. نعم، ويأتي هذا المشروع يعني وسط عزوف الكثير من أطفالنا والكبار أيضا عن مشروع القراءة، وضمن ما حسب ما رصدناه ضمن فعاليات هذا الملتقى كنتم قد عقدتم يعني ندوة افتراضية حول مشروع مكين القرائي، والذي نظم ندوة للأولياء وهي ندوة افتراضية. أنتم عملكم دائما على مواقع التواصل لكي يعني تحسنون قيادة الأبناء حول هذا المشروع المهم. نعم، أكيد نحن عندنا برامج للصغار وللكبار، وفي. نعم. نفس الوقت برامج افتراضية وبرامج حضورية وواقعية. نعم. فكل هذه البرامج الموجودة في الولايات في 20 ولاية. نعم. هي موجهة تحديدا للصغار من جانب. نعم. وكذلك الكبار، فيها معارض الكبار، معارض الكتاب المعذرة. نعم. فيها الملتقيات، فيها الخرجات الترفيهية، فيها كذلك الخرجات العلمية، وتختم بمنافسة أسميناها أولمبياد فتيان القراءة والتي تقدم حضورية في 20 ولاية. نعم، هذه تظاهرة مهمة ممكن تفصيل فيها. أكيد، فندوة الأولياء والمربين. نعم. أردنا أن نخصص الكبار بنشاط تخصصي ونوعي. نعم. ولأن الكثيرين مهتمين بمثل هذه المواضيع وليس الجميع يمكن أن يحضر، خاصة. أكيد. أن نفس الندوة بمسمى. نعم. صناعة الفتى القارئ تنظم في كل الولايات، لكن. نعم. نحن في الجهة المركزية أردنا أن نقدمها بشكل مختلف، حيث قدمنا دعوة للمجموعة من المختصين والخبراء من داخل الجزائر ومن. نعم. خارج الجزائر، وهي تعقد على مدار 3 أيام، الثلاثاء والأربعاء واليوم الأخير. فهذا النشاط. نعم. تحديدا هو موجه للكبار وهدفه. نعم. يعني العنوان الندوة تحديدا. نعم. صناعة الفتى القارئ، الفتى القارئ بين تحدي التنشئة وهوس التقنية. نعم. فهو موضوع تخصصي، تحدي كبير، موضوع كبير. صح. أردنا أن نشارك الجمهور هذه المواضيع، فنقرب المختصين لكي يتناولوا بعض المواضيع كلها. نعم. من أجل دعم صناعة الفتى القارئ بمجموعة من التوصيات ومجموعة من الحلول. نعم. المختلفة، ومن ضمن الحلول التي نشتغل عليها منذ مدة هي المنافسة القرائية، ونعرف أن المنافسة القرائية لها دور كبير في التحفيز. صح. أكيد. على القيام بالأعمال، فأردنا أن نستثمر هذه الوسيلة من أجل التحفيز على القراءة. نعم. فكانت هذه المنافسة القرائية التي تنظم مثل ما ذكرت في 20 ولاية حضوريا
في وقت واحد، وفي كل ولاية يشرف عليها أحد ممثلي مشروع مكين وأحد شركائنا في تلك الولايات من طرف مؤسسات المجتمع المدني. نعم، وكيف تقيمون الفعل القرائي من خلال ما تقدمونه من هذه المسابقات؟ هل هناك يعني تقدم أم هناك عزوف؟ والله حقيقة هنا عندما نتكلم على التقدم على العزوف نحتاج أن نتكلم ما هي أدوات التقييم، صح؟ لأن في الغالب أدوات التقييم هي عامة، عامة وغير ملحوظة. وأنا أتذكر قبل سنوات كنا قدمنا نشاطا مهما في المكتبة الوطنية الجزائرية وكان برعاية وزارة الثقافة، أشار أحد المسؤولين السامين قال بأن الجزائري يقرأ ولكن الجزائري ما يحبش البرستيج في القراءة، يعني هو يقرأ متخفي، هو يقرأ لا يقرأ في الأماكن العامة، يقرأ في البيوت، يقرأ ربما في مكتبته الخاصة، لا يريد أن يعبر عن الفعل القرائي بشكل إلى ما واضح. يرجع هذا يعني ما هو سبب إلى ما يرجع ذلك؟ نعم. هنا الإشارة إلى النقطة الآتية، لأن أي دراسة هي تعتمد مجموعة من المؤشرات، صح؟ وكل المؤشرات لا يمكن أن نضبط المؤشرات كلها في دراسة واحدة. لو نأتي مثلا نرى مثلا مقياس زيارة صالون الدول للكتاب، سنرى الكثيرين يزورون صالون الدول للكتاب، ربما يصل إلى 3 ملايين، صح؟ ربما تباع الكتب بكميات كبيرة. عندنا مشاريع مثلا مثل مشروع تحدي القراءة العربي، مشروع رائد يشارك فيه الفتيان والفتيات بعشرات الآلاف. عندنا مشاريع إلكترونية حتى وإن كانت غير جزائرية، ولكن الجزائريون يعني لهم قدم قوية فيها فيشاركون فيها، أقول لك بعشرات الآلاف، صح؟ لكن هل هذا الفعل القرائي ظاهر؟ هل هناك دراسة شاملة يمكن أن تقيس الأثر بشكل دقيق وتقيس الأداء؟ وهل يؤتي أكله؟ لذلك نحن أردنا أن لا نتوقف، صح؟ وأردنا أن نتحرك خاصة ونحن نشتغل كذلك على مشروع قرائي آخر. قمنا بدراسة قرائية على هامش صالون الكتاب عام 2018 و2019، من أجل قياس ما يسمى بالقرائية عند الجزائريين. نعم. وبالتالي بالنسبة لمصطلح الذي يقول بأن الجزائري لا يقرأ، أنا أتحفظ على هذه النقطة، صح؟ يجب أن نحدد هناك وعي. هل نقصد بالقراءة أن الإنسان يقرأ في اليوم 10 ساعات؟ هل نقصد بالقراءة أن نجد مقاهي الكتب مثل المقاهي العامة؟ هل نقصد بالقراءة أن نجد الأماكن العامة مفتوحة وكلها كتب منتشرة هنا وهناك؟ إذن ما هي المقاييس؟ إذن ما هي المقاييس؟ صح. هنا عندما نتكلم عن المقاييس فيه مقاييس مختلفة، صح؟ يمكن أن نتكلم على الميول القرائي، يمكن أن نتكلم على الفعل في حد ذاته، يمكن أن نتكلم على الممارسة، يمكن أن نتكلم على التفضيل، يمكن. فالمقاييس هنا مختلفة، غير يمكن محددة أن نقيس بها شيئا واحدا. حقيقة هناك عزوف واضح، ونحن في ندوة الأولياء والمربين الأمس تدخل معنا الأستاذ الفاضل الأستاذ الدكتور صالح بالعيد، رئيس المجلس الأعلى للغة العربية، وهو شخصية رسمية وشخصية علم، ذكر لنا دراسة كان قد أصدرها مؤخرا البنك الدولي، ويشير فيها حقيقة يعني مؤشر مخيف. وهنا هو يتكلم على قضية نواتج التعلم من وراء التعلم، فيتكلم بأن أصبحت النواتج خاصة في دول شمال إفريقيا نواتج ضحلة جدا في عملية التعلم، وأصبحت النواتج سطحية. طبيعة الحال فيه متغيرات كثيرة، ولا ننسى الوسائل والوسائط الإلكترونية التي تقوم بفعلها. لذلك أثرنا في ندوة الأولياء والمربين أن نتكلم في شق بين تحدي التنشئة وهوس التقنية. فمجموعة من الخبراء والمختصين والدكاترة تكلموا حول هذا الموضوع وأعطوا حلولا كثيرة حول هذه النقطة. ونحن عندما قدمنا في منطلقاتنا تجاه هذا المحور تحديدا أشرنا إلى كيفية التحكم الذكي وليس كيفية المقاومة، صح؟ النقطة التي وصلنا إليها في الندوة أمس أنه موضوع التقنية وموضوع الإعلام الإلكتروني أصبح يفرض نفسه، صح؟ وإن كان الكتاب الورقي يعني متوفر
نعم الكتاب الإلكتروني، إلى أنه ربما لا يرقى إلى الفعل القرائي مباشرة من الكتاب. نعم. أنا أتذكر في السنة الماضية نعم. 2022 في شهر سبتمبر أو شهر أكتوبر، نعم، في صديق معي في الفيسبوك مقيم وهو كاتب معروف مصري، نعم، مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، كان أشار إلى دراسة كانت قد صدرت في شهر أكتوبر، نعم، يعني كانت حديثة، نعم، تقول هذه الدراسة بالرغم من الغزو والإعلام الإلكتروني وكل شيء، هذه دراسة في الولايات المتحدة الأمريكية، نعم، إلا أن الدراسة أثبتت أن ما زال القارئ الأمريكي 60% يفضل القراءة الورقية. الورقية صح. هذا هناك. ما شاء الله. 60% ما زال، وتتكلم الدراسة أن الجانب الإلكتروني ربما خاصة في موضوع القراءة، نعم، يمكن أن يكون عبارة عن تصفح، يمكن ربما أن يكون عبارة عن ماذا أقول، يعني كأنها مودة، كأنها موضة ثم ينزل إلى حجمه الحقيقي، ويمكن أن يتفاعل مع المتغيرات، لكن يبقى الكتاب الورقي. مرات الشخص نعم. يقول لك أنا أريد أن أشم رائحة القراءة من خلال رائحة الكتاب، فتبقى القراءة الورقية والقراءة الإلكترونية. نحن نقول لا يهم بالقراءة الورقية ولا يهم بالقراءة الإلكترونية، أن تقرأ كتاب ورقي، تقرأ كتاب إلكتروني، تقرأ من الهاتف النقال، تقرأ من الحاسوب، تقرأ من اللويحة، كنا نقول اللوحة الإلكترونية، صححها أمس فضيلة البروفيسور صالح بالعيد، اللويحة نعم. الإلكترونية. المهم أن تقرأ، ليس بالضرورة أن تقرأ في البيت، ليس بالضرورة أن تقرأ في المكتبة، ليس بالضرورة أن تقرأ في الأماكن العامة، المهم أن تقرأ. أنا أتذكر في إحدى المرات قدمت ورشة تكوينية حول موضوع القراءة السريعة، كانت في يومين أو ثلاثة أيام، وعملت لهم تطبيقات وقدمت لهم بعض الأدوات لكي يطبقوها في البيت قبل أن يأتون في الغد الصباح. فذكر لي إحدى المشاركين، قال لي يا أستاذ أنا فيه بعض التطبيق لم أقم به كاملا، فقررت أن أقوم به وأنا ذاهب إلى مكان حضور هذه الورشة التكوينية في الحافلة. فقال لي كنت أطبق، عندي تقنية أطبق فيها ما تعرف بتقنية الدليل، يعني تحريك الأصبع تحت الكلمات، كنت أطبق. قال انتبهت، رفعت رأسي وأنا في الحافلة، وجدت كل الركاب محيطين بي ويرون ما الذي أقوم به، هل أنا أقوم بعملية شعوذة أو أي شيء. هذه تقنية معروفة من أجل وضع الأصبع تحت الكلمات المقروءة، هذه من أحد الأدوات القوية جدا في تنمية التركيز القرائي. ما شاء الله. يقول لك الشخص لا أنا أقرأ بالعين، يمكن أن تقرأ بالعين، ولكن العين أي لون أنا ملتفت إلى هنا يثيرني ذلك اللون الأحمر، ذلك الكتاب، ذلك أي شيء، يعني العين ليس فيها هنا موجه، فلما نعمل هذا الموجه يسمى الموجه أو الدليل، سيساعدني بشكل كبير على ماذا؟ على الانتباه وزيادة التركيز تجاه ما نقرأ. لذلك نحن في مشروع مكين نحاول أن ننوع الأنشطة والفعاليات القرائية، ونحن كذلك في مكين نضم صوتنا إلى صوت كل الفواعل الرسمية وغير الرسمية، الرسمية من الجهات الرسمية المركزية، الوزارات، تعملون بالتنسيق مع المجتمع المدني، والفواعل غير الرسمية هي الفواعل غير الرسمية من الجانب المجتمع المدني. مثلا نحن في هذه المبادرة التي هي في 20 ولاية لا ننفذها بأنفسنا، وإنما ننفذها مع 20 بالتعاون. بين تعاون وشراكة، نحن نسميه أكثر شراكة، بين جمعيات ثقافية وعلمية ومؤسسات تعليمية. صح. فهنا وعندنا هدف رائع جدا، حتى هذا الهدف خفي ولكن لا بأس أن نقوله. نعم. في من الأهداف الخفية عندنا إثبات قدرة مؤسسات المجتمع المدني على التشبيك من أجل الخدمة القرائية بما يخدم وطننا الحبيب. نعم. كان هذا الهدف الأساسي. نعم. فنحن كذلك في مكين نركز في خدمة القراءة، إضافة إلى كل من يدعمون القرائية والمطالعة، نركز عليها من خلال تنمية المهارات القرائية. يعني نحن لا نقوم بأي أنشطة ولا نقوم بأي أعمال إلا وفق رؤيتنا وفق رسالتنا. ما هي المقاييس التي تكون في القارئ عند الانضمام إلى مشروع مكين القرائي؟ هل يجب أن يكون قارئاً أم يجب عليه أن يقرأ الكثير من الكتب؟ أم ما هي المقاييس؟ والله نحن ننطلق من لا شيء. من لا شيء ما شاء الله. الشيء هو ربما يكون مستقبلاً. ولا شيء أن الجميع يدخلون إلى هذه الورشات. نعم. حتى وإن كانوا مبتدئين يعني. طبعا لا يدخل فيها مستويات مختلفة. ما شاء الله. حتى من دخل معنا من هم
مشاركون في منافسات تحدي القراءة العربي، وجدنا الكثير من الطاقات والإبداعات، مثلا أولمبياد في تيار القراءة حتى للإشارة أول ما طبقناه العام الماضي كان في العطلة الشتوية 2023 تفاجأنا جونا مشاركين حضوريا في المكتبة الوطنية برعاية وزارة السيدة وزيرة الثقافة التي نوجه لها التحية من هنا، فمشاركون حضروا لنا من أضرار ما شاء الله، حضروا من غردايا، من واتسوف، من تلمسان، من سعيدة، من من عنابة، من الطارف، من تبسة، لا أتكلم عن الولايات التي هي قريبة. ولما وجدنا بأن هذا فيه عنت على العديد من المشاركين فقررنا أن ننزل عندهم، فأعددنا هذا البرنامج وفق نموذج عمل منظم وقدمناه كدفتر شروط للعديد من الجهات، فتلقفته بعض الجهات التي تهتم بالفعل القرائي ونشره بطرق مختلفة ليستفيد منها جميع. فهنا في مكين نركز على تنمية المهارات القرائية وتقديم التقنيات القرائية، وكذلك في رسالتنا نحن نركز نعمل على تمتين فعل القراءة من أجل تعلم أبقى وحياة أرقى. ماذا نقصد بتعلم أبقى؟ دعم كل ما يتعلق بالقراءة والمطالعة للدراسة، لأننا نعرف قدر ما يجتهد التلميذ وقدر ما يجتهد المعلم وقدر ما يجتهد، إلا أنه نحتاج إلى ما يعرف بالتعلم الذاتي، التعلم الذاتي الذي يصنع القادة، الذي يصنع الأشخاص الأذكياء، الذي يصنع الأشخاص الذين يقودون في المستقبل. لذلك احنا عندنا شعارنا لفتيان القراءة اسميناه مستقبل قائد لفتن قارئ. ما شاء الله. ونحن نعتبر أن الأنشطة العامة القرائية تساهم، ولكن نحتاج إلى التأسيس، وهذا التأسيس مثلما أن التأسيس في المدرسة يتم من خلال الأقسام، من خلال الصفوف، ومن خلال وجود معلمين وأساتذة، ومن خلال وجود إدارة، نحن نقلناها بشكل آخر افتراضي الآن من خلال صفوف أسميناها صفوف مكين التعليمية لتعليم المهارات القرائية مثل الفهم القرائي، التلخيص القرائي، التذكر القرائي، التخطيط القرائي مفهوم جديد، وعندنا الفصاحة اللغوية وذكاء المطالعة. فهذه المنافسات الستة التي نكون فيها الفتيان في هذه الطبعة ويتنافسون حولها يوم السبت، فعندهم هذه ست منافسات وعيدها الفهم القرائي، التلخيص القرائي، التذكر القرائي، التخطيط القرائي، ذكاء المطالعة، والفصاحة اللغوية، يعني التحكم في الكتاب المقروء، التحكم في أكثر من ذلك. نحن نقول القارئ الذكي، فالقارئ الذكي هو القارئ الذي تكون له رغبة في القراءة ويتعرف على الأنواع القرائية واستخدامات كل نوع قرائي وأين يوظفه ومتى وكيف. هذا تعريفنا لذكاء المطالعة والقراءة الذكية. فالأنواع القرائية يقول لك شخص أنا عندي نوع واحد، ليس بالضرورة. أنا أتذكر مرات في ورشة تكوينية شخص كبير قال لي يا أستاذ والله أنا لا أقرأ ولا أطالع. قلت له كيف تقرأ؟ قلت له هل تطالع؟ قال لي أطالع، أنا أخذ الكتاب وأتصفح قليلا قليلا وأقفز من صفحات إلى صفحات. قلت له ما تسميه هذه القراءة؟ قال لي أسميها، ما هذه ليست قراءة، هذه قراءة عشوائية. قلت له هل تعرف بأن هذا النوع يسمى القراءة الانتقائية؟ ما شاء الله. فأنا أنتقي ما أقرأ، ليس بالضرورة أن أقرأ من الكتاب من الجلدة. يعني ما هي المجالات التي يقرأها الأطفال المشاركون؟ رائع جدا. هذه النقطة نركز عنها في التخطيط القرائي. نقول للفتيان الفتيات لا تركزوا فقط على الروايات، ولا تركزوا فقط على القصص، ولا تركزوا فقط على الأمور الدينية والشرعية، ولا تركزوا فقط على التاريخ، ولا تركزوا المجالات القرائية. هنا القارئ الذكي من أجل أن ينوع في مصادر الثقافة، من أجل موضوع ذكرناه في الندوة، من أجل الصلابة النفسية والمناعة الثقافية، نحتاج إلى هذا الأمر. فالأفضل أن ينوع، وبالتالي نعلمهم كيف يضعون خطة قرائية، وهذه الخطة القرائية كم عدد الكتب التي يقرؤونها، ما هي المجالات التي يقرؤون فيها، ينوع بين قراءة مثلا قصص الأنبياء، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، الخلفاء الراشدين، يقرؤون حول تاريخ الثورة المجيدة، يقرؤون حول تاريخ فلسطين والصراع الحاصل الآن، هو ليس بدعا هذا الصراع، وإنما عنده أصل، ومن هنا فلسطين نحيي إخواننا فلسطين ونسأل الله عز وجل أن ينصرهم ويقويهم. كذلك من المجالات يقرؤون في المجال حول ثقافة الشعوب، يقرؤون حول المجرات، يقرؤون حول الزلازل والبراكين، يقرؤون حول مثلا المجموعة الشمسية، يقرؤون حول
المجالات كثيرة. وهل لمستم يعني حسن اختيار الكتب من طرف المشاركين؟ هل هناك حسن اختيار؟ هذا الموضوع بالنسبة لنا مازال في البداية. في البداية. وبالتالي سيكون هنا في المنافسة عملنا لهم سؤال خارجي بالمنافسة، نذكر لهم بعض هذه النقاط اللي كانوا يشاهدوننا، ففي بعض الأسئلة من أجل معرفة المستوى القرائي ومستوى المطالعة. وإذا كانت هناك مناعة قرائية. مناعة قرائية نحتاج إلى عمل، هي موجودة على كلين. نعم، الوقت نفسها. قد مضى وقت البرنامج، ربما كلمة أخيرة قبل أن نختم. في بضع ثواني. نعم. جيد، نحن نقول بإذن الله تعالى بأن القراءة ليس عبارة عن فعل عفوي وفعل عشوائي، وإنما يجب أن نقوم بتأسيسه والقيام به، ونحن من هذا المنبر نشكر كل الفواعل على شكرا لك سيدي حبيب سلمي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.